ميليشيات قسد على تركيا سيد النعيمي. بعيدا عن الميليشيات الإيرانية، نحن نتحدث عن هذه الميليشيات التي تشكل خطر على الجانب التركي في مناطق شمال سوريا، شرقية سوريا. العملية تهدف إلى إبعاد هذه القوات بحسب الاتفاقية في عام 2019 بين الروس والأتراك، تمهد إلى إبعاد هذه الميليشيات ما يقدر ب 30 كيلومتر عن مناطق شمال سوريا. هل سيكون الدخول أو التفاهمات بدخول يعني ضمن تفاهمات روسية تركية أم عملية عسكرية باختصار لو سمحت؟ أعتقد أن المسألة ستكون برمته مسألة أمنية بامتياز. ربما سيكون هنالك عمليات جراحية من أجل البدء بهذه الخطوات، لربما هنالك أيضا تفاهمات أمريكية أنت لم تشر إليها. يعني المشروع برمته ويخضع لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، وما هي المرحلة القادمة يعني في حال انسحاب الأمريكي أو في حال رفع الغطاء الأمريكي؟ أعتقد هنالك ستكون الغلبة بالنسبة للجانب الروسي، نظرا لأن لديه قدرات عسكرية في المنطقة، وبنفس الوقت لديه يعني مبررات ويعني تشريع قانوني بالنسبة لجلبه إلى داخل سوريا. بعيدا عن التفاهمات الروسية التركية، لربما يكون لديه اليد الطولة في السيطرة على هذه المنطقة، وبنفس الوقت أعتقد أنه لا يمكن إجراء يعني في النتيجة أو المحصلة النهائية في حال دخلت روسيا وأدارت تلك المنطقة. أعتقد الفراغ الذي ستتركه الولايات المتحدة سيملأ تلقائيا بالميليشيات الولائية، وهذا سيهدد المنطقة بشكل عام، وستكون هنالك تبعات يعني تبعات طويلة الأمد في هذه المنطقة. لربما يعني أنا أرى من وجهة نظري الشخصية ومتابعتي بشكل حثيث للملف السوري، أعتقد بأن الشمس لن تشرق من روسيا، من موسكو مطلقا، بل على العكس موسكو تسعى من أجل استعادة الخارطة السورية بيد ما تبقى من منظومة النظام الأسدي، ومن ثم ترك هذه المنطقة رهينة للصراعات الإيرانية، ومن ثم يعني ترك المنطقة إلى المجهول والفرار نحو قواعدها وتمركزاتها التي قد سيطرت عليها مؤخرا.